كل واحد فينا كل وحده وحده تكون الواجب ديالها تبليغ اخبار ايصال صوت ورساله تهنئه اكبر عدد رفع الصوت للجهات المسؤوله تحياتي اخوان جميعا درنا شي مداخله الله يحفظك ان بالنسبه لهذا المرسوم وهذا الشيء اللي وقع في هذه الوقيته هذه وداك الكلمه اللي لقيت قبيله الحقيقه لقد انا غنتحدث على واحد النقطه في الباتوري لانه قد قيل ما لا يكفي قد قيل ما يكفي المواضيع ديال الاعتماد الامور راه واضحه المطالب راه باينه ولكن احنا كفئه كنت الوقفات وهذه الوقفه السابعه الحمد لله كنوضحش الامور كنقول للاشخاص الذين يتهجمون على الوقفات ديالنا وتيقولوا ان العدد ديالنا قليل وهل هي بالعدد؟ اقول لهم ان الذين حضروا الوقفات هم اشجع المرشدين والمرشدات واكثرهم غيره في زمن قلت فيه الشجاعه وكثر فيه الجهد والواحد فيهم يساوي المئه هناك من يعتقد كذلك اننا هنا لصالح طرف ضد طرف اخر اقول لهم انكم مخطئون نحن هنا للدفاع عن قضيتنا وهي قضيه عادله لسنا بالقاصرين ولسنا بالخرفان لسنا بدمي ولكننا شجعان ولو بقينا وحدنا في هذه الوقت ستظهر المعدن النفيس من الرخيص وسننوب عن الغائبين في إخواننا مهما كانت أسباب غيابهم قرارنا هو الاستمرار في الوقفات لنغير لنعبر عن ظروفنا القاهرة عن مأساتنا مع الجائحة ومع القوانين الجائرة فأسلوب المناورة أسلوب ساذج وعبيط ومغازلة الوزارة الوصية لا يحتاج إلى المناورة ضد رفاقكم فخذوا أنتم الدعم والثناء واتركوا لنا الوطن والاعتماد الدائم وشكرا عليكم. المرشد حل الوصية تنازل على القضية المرشد حل الوصية تنازل على القضية المرشد حل الوصية لا تنازل على القضية المرشد حل الوصية لا تنازل على القضية المرشد حل الوصية لا تنازل على القضية المرشد كذلك الوجود تحية كذلك المرشد الفضاءات الطبيعية اللي كيدفعوا كيبنوا مرار وتكرار عشرات الكيلومترات باش يشاركوا هذه الوقفات الاحتجاجيه. ونتاسف لغياب مرشدي المدينه اللي بعض منهم كيسكن بقريب من مقر ديال المندوبيه وما كيحضرش لهذه الوقفات وكانهم غير معنيين بهذه الوقفات الاحتجاجيه. نتاسف لغياب اعضاء المكاتب اللي كيعتبروا انفسهم ربما مكاتب تابعين للاداره المركزيه ماشي مرشدين بحالنا بحالهم. المرسوم كيستهدف المرشد كيف ما كانت الصفه ديالو. المرشد كيستهدفنا وكيستهدف استقرارنا وكنتمناو ان حضور المرأة لو
اليوم الانتصار احيدوا بقلوب قوية اليوم للنضال اليوم الانتصار احيدوا بقلوب قوية يوم للنضال يوم الانتصار. بعد كلمة ديال الاخ جي مثل الفضاعات الطبيعية انا اشوف كلمة لاحدى الاخوات صوت نسائي تحية نضالية لمرشدة مغربية مرشدة مغربية تحية نضالية مرشدة مغربية السلام على هذا الجمع المبارك. ستي مرشدة المرشدين المعتمد في المغرب ووقفنا وهذه السابع مرة أنا كنوقف مع الزملاء ديالي ومع الإخوان ديالي. علاش؟ لأننا تشعر بحقكم وبواحد الإصرار. أنا ما عرفتش بغيت نسألكم واحد التساؤل كنسألو أنا مع راسي واش كنسألو واش جديدنا لأن وزارة اللي هي أقل سلطة أكبر سلطة في البلاد تتطاول على واحد المرسوم ملكي اللي هو أقل اعتماد دائم المرشد المغربي وكرمه بدرجة كبير وتجيه وزارة وتحط بالقيمة ديالو وتسيب هذا المرسوم وتعاودو مرسوم وزاري مسؤول بدون أي استحلال الحق المقتدر ماشي من كل 3 سنين بقاو كنجددوا بهذاك الاعتماد، علاش ماشي شي حاجة اللي معقولة. جميعا